سنتحدث في هذا الفيديو عن الأمر يسأل عنه الكثير من الناس بشدة، حتى أنني قررت التحدث في هذا الأمر نزولا عند رغبة إحدى المتابعات لي على القناة. هذه السيدة تقول: من فضلك اشرح لنا مقولة كل متوقع آت، لأن لها تأثير مزعج كثيرا على الناس التي تعاني من الوسواس الفكري ووسواس الموت. أرجوك اشرح لنا مقولة كل متوقعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الخوض في الموضوع أريد التنويه أن هناك فرق بين أنك تفكر بشيء وتحس به وتشعر به وأن تفكر به وتتوقعه فيحدث، والذين يقولون عنه قانون الجذب. لنبدأ بهذا الطرح لنعطي جرعة أو تحفيز لدماغنا لكي يستوعب جيدا ما سنتحدث عنه. كيف تتوقع ما سيحدث؟ هذا يعني تفكر بما سيحدث في المستقبل ولماذا الناس تتوقع السلبيات مقدما. أكثر من 80% من التحدث مع الذات هو تفكير سلبي، والأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري عند ذكر موضوع كل متوقعات تصيبهم الحياة والخوف من هذه التوقعات، ويصبح لديهم هاجس بأن الأفكار التي تدور في أذهانهم عبارة عن توقعات، وأنهم يتوهمون أن هذه التوقعات ستتحقق. هناك أمر واحد فقط أؤكد حدوثه لك، وهو إذا فكرت فيه وتوقعته يحدث، وهو الخوف من نوبة الهلع. إذا فكرت في نوبة الهلع تأتيك نوبة الهلع. وضع حدود بينك وبين أفكارك يوفر عليك عدم الخوض في الشك بالأمور إلى هي لا تقبل النقاش. تلك حدود الله فلا تقربوها. أما بالنسبة لقانون الجذب والوفرة التي يتكلم عنه أصحاب التنمية البشرية، ليس له وجود في أرض الواقع. الإنسان يستطيع جذب مشاعر وأحاسيس جميلة بالتفكير في أمور جميلة، ويأتي بمشاعر وحاسيس حزينة بالتفكير في أمور تائسة، والشاب يقاس عليه يعني في بعض الأحيان. إذا كان أحد الأشخاص قد تحققت له بعض الأفكار أو التوقعات أو ما كان يتمنى، فإذا كانت أشياء جميلة فبتوفيق من الله، وإن كانت ليست جيدة فهي مقدرة من تحت. يعني في جميع الحالات هو القدر خيره وشر. من يفكر في النجاح سيكرس جهوده لبلوغ أهدافه وتجسيد طموحاته على أرض الواقع ويتوقع النجاح فينجح، والفاشل من الطبيعي أنه يتوقع الفشل، فبالتالي سيجني حتما خيبة الأمل. توقع شيء سيحدث في المستقبل بناء على تقديرات أو استنتاجات أو توفر أدلة ملموسة أو تجارب سابقة تؤدي بالضرورة إلى حدوث هذا الأمر المتوقع أمر عادي، لكن توقع حدث لم يخطط له مسبقا وغير خاضع للشروط التي تحدثنا عنها سابقا وتحقق فهذا ضرب من الخيال، وإذا تحقق فعلا فبمحض الصدفة والشعر لا يقاس عليه كما ذكرنا. للأسف لا يمكن لأي شخص التنبؤ بكل ما سيحدث في المستقبل. يمكن أن نحاول التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافنا
وتجنب المشاكل المحتملة، ولكن هناك دائما عوامل خارجية أو عوامل خارجة عن سيطرتنا قد تؤثر على النتائج المتوقعة. من المهم أن نحافظ على التفاؤل والإيجابية ونتعلم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بطريقة بناءة وصحية. يمكن للتفكير الإيجابي والتركيز على الأشياء التي يمكننا التحكم فيها أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق والتحسين من جودة الحياة. إذا كانت هناك مشاكل أو تحديات تواجهنا في المستقبل، يجب علينا أن نتعلم كيفية التعامل معها بطريقة بناءة وتجنب الشعور باليأس. يمكن للبحث عن المساعدة والدعم من الأصدقاء والعائلة والمحترفين أن يساعد في التغلب على المشاكل وتحقيق النجاح في المستقبل. في الحياة نواجه دائما العديد من التحديات والمشاكل المختلفة، وقد يكون من الصعب التنبؤ بكل ما سيحدث في المستقبل. ومع ذلك يمكن التفكير الإيجابي والتخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة أن يساعد في تحقيق الأهداف والتغلب على المشاكل. من المهم أن نتعلم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة والتحديات بطريقة بناءة وإيجابية، ويمكن لتغيير نمط التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي أن يساعد في تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر والقلق. يمكن التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة أن يساعد في تحقيق الأهداف وتجنب المشاكل المحتملة. ومن المهم أيضا الاستفادة من الأدوات والموارد المتاحة لنا، والبحث عن المساعدة والدعم من الأصدقاء والعائلة. عند مواجهة مشاكل أو تحديات في المستقبل، يجب علينا تذكير أنفسنا بأنه يمكننا التغلب عليها بطرق مختلفة. يجب علينا أيضا أن نتعلم من الخبرات السابقة ونستخدمها لتحسين مستقبلنا. في النهاية، يجب علينا أن نتذكر أن الحياة مليئة بالتحديات والمخاطر والمفاجآت، ولكن يمكننا التغلب عليها باستخدام الموارد المتاحة لنا والتفكير بإيجابية واتخاذ الإجراءات اللازمة. نختم حديثنا في هذا الموضوع بما يلي، وهو أن المسلم السوي لا يجب عليه أن ينساق وراء هذا الفكر، وأن يكون لديه يقين بالله، وأن يعرف حدود الله، ويؤمن بأن كل شيء في هذه الحياة هو تقدير من عند الله. الإنسان لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا بتوقعاته، هي تبقى مجرد أفكار، هذا كل ما في الأمر. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، وأن أكون قد استطعت شرح الموضوع بشكل كافي. وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت إليه منيب. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.